نحن في الديوانية تم إحصاء هذا المكانات قبل فترة، يعني أكثر من 3 أشهر تقريبا، ووضعنا النقاط على الحروف. هذه المناطق هي تقريبا مناطق زراعية صحيحة، ولكن غير مجدية، أصبحت لأنه أصبحت داخل المدينة، فأصبحت لا يمكن زراعتها، وتم التجاوز عليها، وأيضا بناء دور سكنية، وأيضا إيصال خدمات الماء والكهرباء إليها ضمن يعني اشتراك خاص، فحددت. وهذا القرار سوف يعني حقيقة يكون منقذا لهذه الأحياء، حتى نقدر نقدم لها خدمات الأخرى، لأن خدمات البلدية لا يمكن الدخول أو الصرف عليها ما لم تكن داخل التصميم أو مطفية لغرض أنه تكون ذات طابع سكني وليس طابع زراعي. ولكن عندنا مشكلة أخرى، هذه المشكلة طبعا إحنا أيضا وضعنا حد، أنه هذا القرار يجب أن يحدد بتاريخ المحلات قبل إصدار هذا القرار، يعني بتاريخ إصدار القرار ما سابقة وليس ما بعد، حتى نحد من الأراضي التي يمكن التجاوز عليها. جميع الأراضي اللي تم التجاوز عليها لن تحد، يعني لن تكون لها تأثير على الأراضي الزراعية الخاصة، لأنه كمحافظة صيغتها وصبغتها زراعية درجة أولى، ولا تعتمد فقط على الزراعة وليس لها أي موارد أخرى.